وسط كومة الأوجاع والمآسي التي خلفتها تداعيات الحرب والتدهور الاقتصادي، تأتي المبادرات الخيرة النوعية كشعاع أمل، وهو ما مثله إشارة صندوق صحة مهاري في الغيضة لدعم المرضى المعسرين. صندوق تكون بدايته كفكرة، بداية كصندوق أسري يعني خاص للأسرة للقبيلة بشكل عام، لكن مع المتطلبات الموجودة في المحافظة حبوا الجماعة وإدارة الصندوق أنها تفتح المجال للكل. والصندوق هدفه الأسمى اللي هو معالجة المرضى، فأنا أناشد من هنا من هذا المنبر إلى إعلامينا إلى شعرائنا إلى شيوخنا إلى مسؤولينا لدعم هذا الصندوق والوقوف معه، لأنه راح ينفعنا مستقبلا. الصندوق يعد واحدا من أهم المشاريع الإنسانية في المحافظة، وسيعنى بتقديم المساعدات للمرضى الفقراء وتخفيف أوجاعهم، خصوصا أصحاب الأمراض المزمنة الذين يعانون الأمرين في توفير الأدوية. فمن هنا جاء مجموعة من الشباب الخير من الداخل المهرة ومن خارجها، فعلى إنشاء مثل هذا الصندوق، وبدت الفكرة تتطور على مراحل حتى وصلنا إلى هذا اليوم التاريخي والأقر اللي هو يوم التدشين. المبادرة لقيت تفاعلا وتشجيعا كبيرا، كونها وضعت يدها على وجع كبير لدى شريحة مهمة تسحقها أوجاع الفقر وآلام المرض، ويفضل الكثير تحمل أوجاعه لتوفير لقمة العيش لأبنائه. وقد ساهمت قناة المهارية بالتبرع بمليون ريال لصالح الصندوق. حضرنا اليوم حفلة تدشين مشروع صندوق صحة مهري، الذي هو بيكون يعني رافد قوي لأبناء محافظة المهرة وجميع الساكنين فيها. نحن طبعا في القناة المهرية حضرنا وتبرعنا بمبلغ مليون ريال كمبلغ يعني تشجيعي للإخوة القائمين على الصندوق ولكل الداعمين، وإن شاء الله يكون باب خير ويوصل يعني أهدافه المرجوة من إنشاء. دعم مثل هذه المبادرات الخيرية يجسد المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي، خصوصا في ظل غياب المؤسسات الرسمية المعنية بتقديم المساعدات لهؤلاء المرضى المسحوقة أجسادهم وأرواحهم وإنسانيتهم تحت عجلات الفقر والسقم.